صلى الله عليه وآله. هل هذا الكلام معقول كان أخونا؟ ولد، نعم. يعني علي كان ولد، يعني ابوه اهل البيت، اهل البيت كانوا موجودين يعني. طيب ساري ساري لحظة أخونا، ساري تفضل أخونا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك حاج وعد. حاج وعد إذا سمحت لي، أنا في عندي مشاركة بخصوص الأيام اللي مرقت، بعدين عندي تعليق على حلقة اليوم إذا تسمح لي. تفضل. أنا باختصار يعني قبل تقريبا 10 سنوات كنت بالجامعة، وفي حديث مع أحد الأشخاص إجينا على ذكر الشيعة وذكر الإمام الباقر أمامي، فأنا للأسف شتمته. بعدين واحد من يعني الشباب اللي كانوا معانا حكى لي إنه الإمام الباقر هو شخص كويس وكذا. أنا ما كنت أعرفه، ولا يعني إحنا بنقول آل البيت وآل البيت، لكن إحنا ما بنعرفهم للأمانة. أنا من الأردن طبعا، شرفنا. فبصراحة دخلت بعملية بحث استمرت لعدة سنوات، ويعني تعرفت على آل البيت عليهم السلام جميعا. فباختصار يعني بالأيام اللي مرقت إجت سيرة حديث الغدير، وبعدين الرزية، وبعدين ميراث الزهراء عليها السلام. فأنا تجربتي الشخصية فعلا بدون مكابرة إنه حديث الغدير خلاني أفضل علي عليه السلام على الجميع. سلام الله. هاي الخطوة الأولى كانت عندي. بعدين برزية الخميس شطبت على الثاني قطعا، ما كان في مجال يعني. قستها على والدي، يعني لو لا قدر الله كان في مرض الموت وسمعت إنه في شخص منعه من كتابة الوصية، كان لا يمكن أتصالح مع هذا الموضوع. والرسول صلى الله عليه وآله أهم مني، ومن يعني أهم من الجميع طبعا. ولما سمعت بميراث الزهراء عليها السلام أكست على الأول. فالموضوع باختصار إنه فعليا صار في مكابرة. يعني أنا تابع الأمانة حاج وعد، ما بعرفه يعني مو من زمان، قصدي يعني من أسبوع 10 أيام، وأنا يعني لا بتابع بثوث ولا نهائيا، وأنا أول مشاركة إلي قطعا على التيك توك هي اليوم. يعني اليوم أنا اكتشفت كيف بقدر أعمل ميوت. كل الشرف لنا. فباختصار إنه فعليا شفت في مكابرة، يعني كيف الواحد ممكن يسمع بحديث الرزية، كيف الواحد ممكن يسمع بموضوع فدك، كيف الواحد ممكن يسمع بحديث الغدير وما فعليا يتدرج فيها هكذا. أول شيء تفضيل علي عليه السلام على الجميع قطعا، هو بوابة مدينة العلم. وبعدين حديث الرزية شو نتيجته، وبعدين ميراث فدك شو نتيجته. باختصار احنا للأسف حاج وعد احنا ما بنعرف آل البيت، احنا بنصلي ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بس فعليا ما بنعرفهم، ما بنعرف أسماءهم. وأنا هاي تجربة من سنوات بعملها مع الأشخاص اللي بتناقش معهم، لما يحكي لا احنا نحب آل البيت واحنا، أقول طب عد لي 5 منهم، بس عند علي عليه السلام وفاطمة الزهراء عليها السلام ويمكن الحق بس. فحتى يعني زينب الكبرى اللي هي الأقرب ما بعرفه. وفي مثال برضو حاج وعد، أنا إحنا للأمانة يعني فعليا الناس مساكين، فيعني أنا والدي في مرة يعني من سنة سنتين وإحنا بنفطر خضنا هذا النقاش، حكيت له يعني احنا ما بنعرف آل البيت، وجيت على ذكر زينب الكبرى عليها السلام بجملة اللهم تقبل منا هذا القربان، وبكى. فأنا للأمانة عارف انه النفوس طيبة، لكن للأسف الجهل والتجهيل المتعمد هذا موجود. وتعليق بس اذا بتسمح لي حاج وعد بخصوص الناس يعني المشهورة اللي بتشارك، اولهم طبعا ابو عائشة. أبو عائشة برأيي هو يعني عبقري جدا، هو يدعي الوهابية، أنا أعتقد أنه هو متشيع يعني إلى العظم زي ما يقول. لا 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 لا، وهو سبب يعني حاج واحد صدقني هو سبب لا مهم لا جدا لا لا لل... لل... لل...
لا انت انا افهم افهم انه سبب انه دعا الناس الى انا اعرف مزحه، لكن بالمناسبه ترى انا اعرفه معرفه شخصيه وانا ما اريد اصرح مكان عمله، هو امام مسجد، امام مسجد تلميذ ابن عثيمين وتلميذ ابن باز، واعرف المسجد اللي يخطب فيه. تفضل. الاخرين النواصب ابو مصطفى مثل عمار وصاحب هذا ذو اللسان القبيح اللي قبل شوي كان يتكلم، ابو عبد الملك، يعني ابو عبد الملك خصوصا ابو عبد الملك مع يعني انا اسف لكن انت القبيح الناصبي هذا الاحمق يعني والله يا ابو مصطفى فعلا انه يؤذينا ويؤذي اسمعنا. يعني ابو عائشه يا عمي وعمار وكذا برغم نصبهم الشديد لكن ممكن يشاركوا، هذا مؤذي مؤذي يعني، وفعلا لو يتم شطبه افضل، ما عنده مشاركات، ما بفوت بالشتم والكلام المؤذي ويمشي. هو كل هو 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 فقير لله. اول شيء قبل هذا ابو عبد الملك، انا يعني ما ادري هل وصلت الى قناعه انت بصفتك اول تقول اول قناه اتصل بها، هل وصلت؟ اسمح لي ابو تفضل. انا طبعا قطعا انا يعني موالي لمحمد عليه الصلاه والسلام واله ولال بيته، يعني والله انا دائما بحكي هاي الجمله، انا كنت للامانه نحكي محمد صلى الله عليه واله وسلم لكن والله ما كنت احبه، استغفر الله العظيم واتوب اليه. فعليا لما تعرفت عليه من طريق آل البيت والله إنه أحب إلي من أبنائي، يشهد الله إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرفته وحبيته فعلا أكثر من أبنائي والله بنفسي وروحي وأهلي. وأنا العبد الفقير لله يعني مع أصدقائي ويعني المقربين في إلي تأثير عليهم بهذا الموضوع، وفي يعني الناس اللي بيحكوا الأردن ما فيها وما فيها ناس تعرف آل البيت، فعليا على يدي انا في عائلتين كاملات، عائلتين يعني زوجة وابناء، يا الله يا الله، من اصحابي يعني ساعدتهم على التعرف على آل البيت حقيقه وموالاتهم. فانا بصراحه حاج وعد اذا موضوع حسب شو بدنا نعرف مصطلح التشيع، لكن اذا هو بموالات آل البيت وتفضيلهم على الجميع قطعا، فيعني والله والله ملايين الآخرين لا يوزنوا بواحد منهم قطع، يعني ما يعني الموضوع خارج المقارنة تماما. وأنا رجل فقير لله باحث طارئ بشكل يومي نهم، عرفت؟ مو أني والله يعني 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 باحث بجد فعليا، والموضوع أخذ معي سنوات وأخذ تقلب كمان يعني بين إسلام وترك الإسلام والعياذ بالله للأسف يعني، لكن فعليا النتيجه النهائيه هي الاعمال بخواتيمها. الحمد لله. الله يا رب يثبتنا عليها. اسال الله ان يبارك فيك، واسال الله ان يجعل منك صوت يوصل الحقيقه للاخرين، ويوصل يعني احقيه محمد وال محمد الطيبين الطاهرين. احنا محتاجين مثل هذه الاصوات المؤدبه الرزنه اللي ممكن ان توصل الحق للطرف الاخر. وما نحتاج من أمثال الأخ أبو عبد الملك تنفير من الإسلام، تنفير من الحق يعني. الله يبارك فيك مولانا، الله يرحم والديك. إذا سمحت لي فضل. إذا سمحت لي حاج مصطفى، حاج وعد، بس مشاركة لمدة دقيقة بخصوص موضوع اليوم. تفضل. هي بدي أقرأ نص: من وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال علامة فقد تخلى منه، إلى آخره. متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقه. هذا خطبة أمير المؤمنين عليه. أهل الذكر يعني إذا نقول أهل الذكر يا دعني أضرب عنقه يا رسول الله، أو نقول هذا الكلام ما بدها اروح على القاضي على اي والله اي والله ما اريد اروح على القاضي، ما اروح على القاضي، هي بينه. الله يبارك فيك والله يحميك ويحمي الاردن. هذا النص حج وعد انا مقتنع قناعه تامه انه هذا كلام محمد صلى الله عليه واله بدون تدخل سياسي.
اللهم علي صحيح. عليه السلام هو تلميذ محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي قدر انه ينقل هذا الكلام اللي تعلمه من معلمه الاول وسيده محمد صلى الله عليه واله وسلم بدون التدخل والقصقصه من هون ومن هون الى اخره. والسلام عليكم وشكرا. شكرا حاجه الله يبارك فيك. حيا الله السيد ميثم. فكره صديقي هذا اللي حكيت لك العائله عندي يسلم عليك. والله يسلم لنا علي، واسال الله ان يبارك فيكم وباولادكم. وينك يا رافضي وينك؟ ليش هارب؟ انا لو تقدر ليش خايف؟ حاج وعد انا من عائله مشهوره بالاردن، يعني اذا حدا يشكك انا. لا 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 تعطي معلومات، لا لا تعطي معلومات خاصه. اسال الله ان يحميك. انت زنديق اشر، انت زنديق اشر. مشكور حبيبي، مشكور يا الألسنة القبيحة، ومشكور حاج وعد، فرصة رائعة جدا. الله يبارك. خلي اسمع أيضا صديقك، شوف هو الرجل ما كلم شيء، تكلم بخطبة لأمير المؤمنين عليه السلام بالتوحيد من أروع ما يكون، وتكلم أنه هذه تكفي أنهم هم أهل الذكر. مباشرة قالوا أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا كما تسمعون. هو الإمام عليه السلام يقول إذا واليت عليا فاستعد للبلاء، البلاء من هؤلاء، لأنه الأوزاعي يقول كنا لا نأخذ العطاء حتى نشهد على علي بالنفاق. عندهم كنا لا مو موجودة سيدنا، إذا ممكن تقرأ لنا إياها. نعم. لا نأخذ العطاء حتى نشهد على علي عليه السلام بالنفاق. تفضل سيدنا. تفضل. العفو حجينا. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. طب هذا كلامه، اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين، يقول فيه كما ذكر الحاج وعد في سير أعلام النبلاء، يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. يقول أبو فروة يزيد بن محمد الرهاوي: سمعت أبي يقول قلت لعيسى بن مونس أيهما أفضل، الأوزاعي أو سفيان؟ فقال وأين أنت من سفيان؟ طبعا كلهم نواصب أخواني. سفيان يقول لو أدركت عليا ما قاتلت معه. فيقول قلت يا أبا عمرو ذهبت بك العراقية، الأوزاعي فقه وفقه علم. فغضب قال أتراني أؤثر على الحق شيئا؟ سمعت الأوزاعي يقول ما أخذنا العطاء حتى شهدنا على علي بالنفاق وتبرأنا منه، وأخذ بذلك علينا الطلاق والعتاق وإيمان البيعة. قال فلما عقلت أمري سألت مكحولا ويحيى بن أبي كثير وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عمير بن عبيد بن عمير، فقال ليس عليك شيء، إنما أنت مكره، فلم تقر عيني حتى فارقت نسائي واعتقت رقيقي وخرجت من مالي وكفرت أيماني. هذا كلام الأوزاع اللي يذكره الحاج وعد الله يحفظه. فهذا منهج بني أمية أخواني، منهجهم أن يتبرأوا من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويشهدوا على علي بن أبي طالب عليه السلام بالنفاق والعياذ بالله، الذي مصيبة، يعني الذي لا يحب علي بن أبي طالب عليه السلام بنص النبي صلى الله عليه وآله هو منافق. فصارت المسألة معكوسة، قلب الأمر وقلب السنة وقلب الدين، فصار أنه تشهد على علي بالنفاق حتى تكون مؤمن مرضي عنك عند أتباع بني أمية ومنهج بني أمية. هذا هو الدين الأموي على أتم أصوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. طيب أخوان الأعزاء، الله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ما تعلمون اسألوا أهل الذكر. طيب من هم أهل الذكر هؤلاء الذين نسألهم؟ من هم هؤلاء أهل الذكر الذين يجب علينا أن نأتي إليهم ونسألهم في حالة جهلنا في الأشياء؟ هل هم مثلا أبو بكر، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، معاوية بن أبي سفيان، أم هم كما قال بعضهم اليهود أو النصارى من أصحاب الملل أو ما يسمون بأهل الكتاب؟ هل نسأل أهل الكتاب أم نسأل أبو بكر، نسأل عمر، نسأل عثمان، نسأل معاوية، نسأل من؟ هل هنالك فئة كانت تسمى بهذا المصطلح أهل الذكر، معروفين بين المسلمين حتى
نتوجه إليهم ونسألهم، وهل هل هل هؤلاء هم أهلا للسؤال؟ نحن ندعي أن أهل الذكر هم أهل البيت صلوات الله عليه، هم أعلم الأمة، وعندنا الأدلة القطعية على ذلك. علينا أبي طالب عليه السلام على منبر الكوفة كما يقول ابن عبد البر بإسناد صحيح وأساس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني، والله ما تسألوني عن آية نزلت في بر أم في بحر، في سهل أم في جبل، إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. سلوني عن طرق السماء بهذا اللفظ، فإني أعلم بها من طرق الأرض. تعرفون منو يصحح هذا الحديث؟ سلوني عن طرق السماء، ابن تيمية الحراني. لكن يقول طرق السماء أي عمل الخير. طيب يا ابن تيمية ماذا تفعل؟ فإني أعلم بها من طرق الأرض. طرق السماء يقول أبواب الخير إلى السماء، العمل الصالح الذي يصعد إلى السماء، هذا معناه. طيب وقرينة طرق الأرض ماذا تفعل بها يا ابن تيمية؟ فالذين هم أهل الذكر هم محمد وآل محمد صلى الله عليه. هذا رأينا وهذا قولنا، والذي يريد أن ينقض علينا فليتفضل وليأتي بما يريد أن ينقض. تمام حجينا لو مو تمام؟ طيب أحسن سينا. تفضل أخونا عباس. عباس